السيد رئيس أركان الجيش يزور جوال قيادة القوات البرية، وكان في استقباله السيد معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية، وذلك للاطلاع على العملية الأمنية محمد رسول الله والمنفذة ضمن قواطع عمليات الجزيرة وغربي نينوى وصلاح الدين. بإشراف السيد معاون رئيس أركان الجيش للعمليات والسيد قائد القوات البرية، تم تنفيذ عملية واسعة محمد رسول الله، حيث اشتركت في هذه العملية قيادة القوات البرية وقطعاتها المتمثلة بقيادة عمليات الجزيرة وغربي نينوى وصلاح الدين والحشد الشعبي بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش. وتأتي هذه العملية لملاحقة بقايا عناصر تنظيم داعش المنهزمة. السيد معاون رئيس أركان الجيش للعمليات والسيد قائد القوات البرية يجريان جولة استطلاعية ميدانية جوية لصحراء الجزيرة، وذلك لتفقد القطعات المشاركة في العملية وتطهير صحراء الجزيرة من بقايا عناصر داعش الإرهابية. السيد قائد القوات البرية يتفقد قاطع عمليات شرقي صلاح الدين، وذلك للاطلاع على أعمال الجهد الهندسي في سلسلة جبال بلقانة. وفي السياق ذاته تفقد سيادته قاطع انفتاح اللواء المشترك الأول. حسب توجيه السيد قائد القوات البرية، أجرت لجنة من مقر قيادتنا زيارة تفقدية للوحدات المحررة للتدريب، حيث شملت الزيارة وحدات الفرقة المدرعة 9 وفرقة المشاة 17 والفرقة الآلية 25. هيئة الميرة تعقد مؤتمرا عبر الدائرة التلفزيونية مع مدراء أقسام قيادات العمليات والفرق لمناقشة المعاضل ومقترحات التي تخص سير العمل. السيد رئيس أركان قيادة القوات البرية يتفقد لجان التفتيش للاستعداد القتالي لفوج الحماية قيادتنا، ويرافقه مدير هيئة التفتيش العسكري، وذلك لإكمال الاستعداد القتالي لوحدات قيادة القوات البرية من كافة النواحي والتهيؤ لتفتيش المفتشية العسكرية العامة. هيئة الإدارة قسم الأفراد المدنيين تجري زيارة إلى مقر قيادة عمليات كركوك وفرقة المشاة الآلية 8 وفرقة المشاة 11 ولوائي المشترك الأول والثاني، وذلك لمتابعة والاهتمام بالمقاتلين والموظفين المدنيين والوقوف على المعوقات التي تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لها. هيئة التدريب تعقد مؤتمرا عبر الدائرة التلفزيونية مع مدراء أقسام التدريب لقيادات العمليات والفرق. لجنة من مقر القيادة تحضر تنفيذ تمرين صمود الأبطال الذي تم تنفيذه من قبل لواء المشترك 38 فرقة المشاة 10، وهو تمرين تعبوي بدون قطعات إيضاح على منضدة الرمل سياق إعداد الخطة النارية لواء المشاة في الهجوم المدبر. هيئة التدريب تجري الاختبارات الثقافية للضباط الأعوان وضباط الصف المشمولين ضمن هيئات وأقسام ومقر القيادة والوحدات المرتبطة بها، وذلك من أجل رفع مستوى الكفاءة العلمية وإعادة المعلومات وزيادة الوعي الثقافي.